الوثائق كانوا عند السيد روسي من النهار الاول. اذا كان كينتظر الوقت المناسب هو من يكون الملف جاهز ويكون وقت المناقشه. في الوقت المناقشه هي الوقت اللي كنجبدوا فيه الوثائق، ما غادي تبداش تجبد الوثائق وانت مازال ما وصلتيش للمناقشه ديال القضيه، ومازال ما تعرضتش القضيه امام القضاء امام المحكمه. اليوم كان الحمد لله القاضي متفهم الامر وفهمناه الامر وناقشنا بكل قانونيه وبكل واحد، والسيد روسي توا كان تبارك الله في المستوى اللائق، لان دائما كان في المستوى ديالو الحمد لله، وجاوب على جميع التصريحات، وحنا فندنا هذوك التصريحات بالوثائق ديالنا بالنقط القانونيه اللي شرحناها واللي وضحناها للمحكمه، ونتمنى ويكون حكم ان شاء الله في صالح ديالنا. احنا هذا اللي كنتمناو.